الطريق الجهوي رقم 204 الرابطة بين مدينتي أسفي ومراكش، طريق ضيقة متدهورة تسبب مثاعب كثيرة للسائقين، حوادث سير خطيرة تسببت فيه حالة هذه الطريق. الطريق دابا من هنا تلات خيبه، من تلات ليا صيبوا واحد شويه هاد الجدور خيبه، من هنا تا مراكش هي خيبه، عمراح، فارس، سوكوس، عندنا كل شيء، هادشي خاسر فيها. الطريق راكم كتشوفوا فيها راه ما حاله مزريه وكتسبب مشاكل بالنسبه للحاله الميكانيكيه ديال السياره، لا بالنسبه للزاموتيسور تيكرو الاصابع، بالنسبه للبنوات يعني ما الصراحه الطريق ما مزياناش. مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بجهة دكالة عبدة قامت بإنجاز مشروع لإصلاح وتهيئة وتوسيع هذه الطريق. المشروع يتم إنجازه عبر مراحل، حيث يتم التركيز على شطر يقارب طوله 20 كيلومترا ليتم الانتقال إلى الشطر الموالي. كنتواجدوا بالضبط في المقطع الرابط بين سيدي التيجي والجدور. هذا المقطع للإنجاز ديالو حوالي 30% كيدخل في اطار هيكله طريق جهويه 204 ما بين ثلاث بوكدره والحدود مع اقليم مراكش. ومن المنتظر ان تنتهي الاشغال من هذا الشطر في غضون شهر شتنبر القادم، فيما لا يزال مصير الشطر الاخير من الطريق وطوله 43 كيلومترا معلقا الى حد الان.